السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنجح علي أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي يعني جسمه بالكامل مفاصل يا دكتور والله بتألمني مفاصل إيدي رجلي راسي رقبتي أسفل ظهري لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين د وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين بي 12 طيب هالأشياء هذه كيف بنعرفها على طول مباشرة نعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين د طيب ما هو العلاج؟ يعني في اكل او مأكولات كثيره فيها فيتامين د، لكن هل هو يصل الى الكميه الكافيه لاجل انه والله يعوض تعويض المريض بحيث انه يتماثل الى الشفاء؟ انا بقول لكم ما زال لحد الان لا يصل الى مستوى الشمس الطبيعيه خاصه في بدايه النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالالترا ريز اللي هو اشعه فوق البنفسجيه او الاشعه اللي فوق البنفسجيه اللي على طول مباشره تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين د الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدا نشط ومن ثم يدخل في عمليه ايض الكالسيوم اي الاستفاده من كميات الكالسيوم اللي موجوده في داخل الجسم بحيث والله لانه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والاعصاب عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه ب بي بالمني بي عضلاتي كلها بتنجح علي عظمي كله حاسه انه في الم آه مفاصلي كلها بتضايقني ليش لانه ايش بخش في كل هالاشياء هذه في العضلات والعظام والاعصاب فلذلك الحل المباشر تعرض المريض الى الشمس وخاصه الشمس الصباحيه الى الساعه 12 الظهر لانه بعدها لن يستفيد من آه اشعه الشمس طيب لنفترض المريض بتعرضش وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة السابعة مساء طب شو الحل الحل أنه نعطي دواء اللي هو ما يسمى في بفيتامين دي 3 هذا هو في الحبوب وفي الامبولات او الابر، الابر ممكن انه ياخذها في العضل وممكن انه يكسرها ويشربها، طبعا الجرعه الاوليه لما يكون عنده نقص في فيتامين د، الجرعات الاوليه عباره عن ست ابر كل اسبوعين بضرب ابره في العضل. آه هذا اولا ومن ثم بعد الثلاث شهور الاولى من العلاج واخذ الدواء بصير كل شهر ياخذ امبول. تمام وبالنسبه لفيتامين بي 12 ايضا يعوض بالامبولات بي 12 او فيتامينات بي المركبه سواء بي 1 B1, بي 6 بي 12 هذه كلها هي مهمه وخاصه للاعصاب فلذلك تعطى في العضل كل يوم او كل يومين فتره اسبوعين او ثلاث اسابيع الى ان يتماثل المريض الى الشفاء وجزاكم الله كل خير